في ذكرى 46 لاتحاد الامارات، ايش ممكن يقال لدار لشعب الشيخ زايد؟ ايش ممكن يقال للاماراتيين نفسهم وللعالم؟ اثبتنا للعالم ان الامارات على ايد واحده، وان الاخوان في وهذا باين ان شاء الله في منجزاتنا اللي قائمه في الامارات، والاخوان السعوديين صراحه معانا جدا جدا كانوا متعاونين في احتفالاتنا كامله، وهذا انعكس على العلاقه الحميمه اللي بيننا وبينهم.